بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم. وكلام في الطب، يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ الشعوب العربيه، العراق والكويت والسعوديه وكل الدول العربيه، يا رب احفظها بحفظك. في كلام في الطب دايما بنتكلم في مواضيع مهمه، من اهم المواضيع اللي احنا بنحب نتكلم فيها او بنحط عليها اضاءات هو العمود الفقري، هو التهاب الفقرات. ده من المشاكل الكتيرة جدا اللي بتحصل في هذا الزمن، الانزلاقات الغضروفية. يعني ايه الركبة تعبانة؟ يعني ايه عظمي؟ يعني ايه عرق النسا؟ حاجات كتير جدا بنقعد نسمعها ما بنبقاش عارفين ايه هي بالظبط. لكن الاهم من كده، احنا مش عايزين نسمع المرض، ان صاحب كل مرض هو عارف فين مشكلته وعارف فين الازمة بتاعته، لكن احنا عايزين نعرف ازاي نحلها. ازاي نحلها دي؟ عن طريق احد المتخصصين في مجال طب الأعشاب أو العلاج بالنباتات الطبية من العراق الشقيقة، استطاع بفضل الله أن يحصل منتج في علاج العض. المنتج ده بيعتبر يعني حاصل على الأيزو أو حاصل على كل الشهادات العالمية، شهادات الجودة، علشان نقدر نوصل لحل لمشكلة آلام العظام والفقرات لآبائنا وجدودنا وكل الناس الكبيرة، مش الكبيرة بس، حتى الشباب بتعاني من مشاكل العظام. عشان كده اسمحوا لي ان احنا نرحب باحد المتخصصين في العلاج بالطب البديل، جاسم محمد حمد. اهلا بيك يا حبيبي استاذ محمد، منور الدنيا. نشرف بيك بقناتكم الكريمه، ونشكركم على دعوتكم هاي القناه، ونشكر كادر القناه، ونرحب بيك استاذ محمد. احنا اللي بنرحب بيك دكتور جاسم، نورت مصر. الله يبارك فيك، وبنشكرك يعني ان انت حضرتك دايما بتسعى علشان تنشر ما هو علاج العظام. الحمد لله، فنورتنا وشرفتنا. حبيبي استاذ محمد، بنرحب باحد جناحي القوه، او اللي هو بيساعد في ان احنا نوصل بالمنتج لبر الامان، سواء انه بيقدر يقول ان المنتج تركيبته فيها 1 2 3 4 بيقدر يوصله للناس، هو الدكتور نصير طه عواد، مدير الشركه. اهلا بيك يا دكتور نصير. حبيبي استاذ محمد، الله يبارك فيك يا رب. منور مصر. منورك ان شاء الله، نرحب بيك وبالمشاهدين وبالكادر كله ان شاء الله. اهلا بيك. حبيبي. اهلا بيك، ربنا يخليك. عايز ابدا بقى مع حضرتك دكتور جاسم. نعم. علاج العظام او مشاكل العظام، نعم، ايه المشاكل وازاي حلتوها ومدى الفاعليه في دوله العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد، احنا هذا الكريم الستاركي، من طبعا احنا عندنا من منتجات الكريم للمفاصل. الكريم هذا احنا استعماله بالعراق، احنا تقريبا صار لنا سنة وخمسة أشهر احنا نشتغل بهذا المجال. تمام. فالحمد لله في هذا الوقت احنا استطعنا ان نتمكن الخبره به، والدكاتره اللي وصلت لهذا الشيء، الناس فقدت العلاج. صحيح. فقدتهم شنو بسبب؟ انه خصوصا في مجال المفاصل، الدكتور من تروح له تشكي من مفاصلك ماكو حلول، الحلول عنده ام عمليه ام اوبر. فما وصلوا الى حل مثل هذا، وصلنا الى منتج فعال. مو تقول انه منتج احنا مثلا استعملناه ما لقينا من عنده فائده. كويس. الحمد لله استعملناه ولقينا به فائده، فلهذا احنا اشتغلنا به الحمد لله، وهذا المنتج وغيره من المنتجات الجيده يعني. فوصلنا انه الحل، الناس من استعملته وشفنا به انتاج، احنا وصلنا همتين في هذا الانتاج، وقدرنا نطوره ونوصل تطويره الى الناس، ونوصل سمعته الى الناس، وعرفته الناس تعرفه. انا حتى بالعراق كثير من الناس اخذته من عندي وتشكرني، والحمد لله يعني يترحمونا في هذا الانتاج. ليش استاذ محمد؟ انه هذا المنتج ما اثر على الناس، يعني تاثير جانبي ما بي اي تاثير. في ناس عندها ضغط، عندها سكر، عندها قلب، عندها، فمن يبلحها. وفي ناس المعده بتاعتها من كتر علاجات العظام، نعم، بتتعب. نعم. بتستحمل. فليش ارتاحت على هذا المنتج؟ يقول لك انا حتى لو كان فعال او مسكن او للعلاج، الحمد لله احنا مو بس مسكن، علاج بماده تكوينيه تعالج. يقول لك انا حتى لو نسبه عندي 50% من هذا العلاج انا مرتاح. ليش توصل؟ لانه قام يوصل لهي الفكره، لان يعني تعب من الاوبر، وتعب من بالفم الدواء والكيماويات، فيتعب الجسم. الانسان عنده ضغط وعنده سكر ياثر عليه. صحيح. فمن استعمل هذا المنتج شكرنا، والحمد لله احنا نشكر انه الفكر صنعه
وصلنا لهذا المنتج اللي وصلت للتركيبة المفيدة. نعم الحمد لله. تمام. طيب هو ده منتج ستاركي قدام حضراتكم على الشاشة للسادة في العراق ومصر. ده المنتج موجود حصريا على الأرقام اللي هتظهر قدام حضراتكم من العراق. الرقم ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة، هو ده رقم ستاركي أو المنتج ستاركي الخاص بعلاج المفاصل والخشونة، أحد أقوى المنتجات حاصل على العديد من الشهادات الآيزو. وهنبقى نشوف تقرير هيورينا قوة المنتج من داخل المصنع علشان بس نعرف إن هو مصنع أو مصنع ده في أحد أكبر المصانع موجود في العراق وفي مصر، بنحصل عليه عن طريق الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة. هنعرف تفصيلة المنتج من دكتور نصير. هي العلبة دي جواها إيه؟ جواها فيل. فيل بيصير اللون الأبيض. كويس. عندنا في مصر في فيلم معروف يقول له العلبة دي فيها إيه؟ يقول له فيل. فيل. العلبة دي فيها إيه؟ فيل. كل دولة ولها. فالفيل ده المنتج عبارة عن ايه بقى داخل العبوة؟ حبيبي سيد محمد، ده المنتج احنا من جينا على مصر، اكو ناس نصحتنا بي قال جربوه كويس، فالحمد لله اخذناه على بغداد. احسن. وجربت ناس يلا اخذناه ونزلناه على العراق. انا بشكرك. ايه يعني بدأت بالتجربة قبل ما تنشره في العراق وتستخدمه. دي كويس. ناس يعني انت من تطي الناس لازم تطيهم حاجة بطيبهم. صحيح. ما بتطيهم حاجة يعني تتعبهم. كويس. وده بيه شغلة حلوة سيد محمد، دهان يعني فوق الركبة أو فوق المفصل. تمام. فوق الركبة، عفوا الظهر، زي ما الدكتور الرقبة. جاسم بيقول ما بتاخدش برشام، ما بتاخدش الإبر. الإبر متعبة. متعبة للمفاصل والظهر وكل حاجة. بس ده الحمد لله انطيناه، قلت لك ناس استخدمته مريضة بقى. ايه من طب كان مرضها نص نص ولا مرض كان لا تعب؟ نص نص. في الخشونة. في الخشونة. نعم. أكثر أكثر شيء للخشونة الناس تعبانة ما يفيدها. كويس. فاحنا نقول لهم بالبداية عالجوا نفسكم. صح. من تتعب بعد ما تفيدك لا أوبر ولا أي حاجة. ايه. فالحمد لله استخدمت الناس وأخذناه وشافوه كويس والناس بتتصل بينا. طب السن الكبير عشان هو اللي بيهمنا. أهم نفس الحالة. الحمد لله. أهم حاجة بالبداية بيعالج نفسه. هايل. ما يصير يوصل يعدل عمره يعدل يومية بكرة أروح وأشوف وهاي وبالأخير يروح الدكتور ويخبرنا هذا المنتج كويس. كل شيء شارع الحمد لله كويس. في ناس استخدمته والحمد لله بتشكر بينا بالعراق، وإحنا خذناه من تجربة. وده إحنا قلنا أستاذ محمد بيعالج المفصل من فوق. هايل. دهان 3 مرات باليوم. تمام. في 3 عصارات 3 عبوات بيكفوا 21 يوم. هايل. في ناس بتستخدم 3 عصارات والحمد لله بتجيب معاهم نتيجة. في ناس بتستخدم عصارة واحدة بتتصل علينا سبحان الله تقول هذا يعني ما ده يطيبنا. قلنا لهم يعني ده أخذوا 3 مرات. اصبر اصبر علينا. أخذت 3 مرات. صح. الأستاذ محمد يحكي الأستاذ نصير إنه أكو ناس هو ده يتكلم عليهم. ناس عندها مزمن. يعني المفاصل عندها مزمن. خلاص وصلت لمرحلة. وصلت إلى مرحلة هو حتى لو يستعمل كورس أو كورسين هو ما حيستفاد من عنده. اصبر ما يصبر. هو عارف إنه يريد يطيب. صحيح. إنه يقول لك أنا هذا أخذت المنتج شفته إنه تتكلم عليه. انه هذا منتج جيد زين. انت غير تعرف انه توصل الى مراحل الى مرحله انه انت مزمنه عندك صارها القديمه. كويس. ما يفيدك انه انت استعملته مره وقلت لا ما فادني. انت عندك مزمن قديم صعب انه المفصل ياخذ يتليف، يعني التليف يصير داخل المفصل حتى يعطيك هيئه انه انت تحس بنفسك انه قمت احسن من القديم. احسنت يا دكتور جاسم احسنت. يعني التليف اللي داخل المفاصل بالضبط. او داخل العظم. نعم. بقاله فتره كبيره تعبان، فاختراق المنتج. نعم. اصبر عليه شوي. صبر. واحده واحده بيبدا يزيح التليف. هو واحدة شنو استاذ محمد العفو، هو هذا شغله شنو عمله؟ تمام. احنا نقول الكلمه العراقيه شنو عمله او شنو شغله. يعني الناس تخابرني من حقه يسالني يقول لي انت هذا المنتج اصلي؟ نعم اصلي. انا الوكيل مالته وانا المسوي. يعني احنا انتجناه الحمد لله من سنه ونص. يعني مو تقول اكو في ناس تجيب اسبوع او ما يعرف شنو المنتج. احنا الحمد لله انا عندي تفصيل عن هذا المنتج هائل. يعني طبعا عارفه شنو عارفه. فهذا سبحان الله والواحد نوصل عن طريق الارقام اللي قدام حضرتك. نعم. فهذا شنو مفعوله؟
مفعوله، مو انسان نستعمله مره الاولى ويريد انا شافيته طابت، هذا مو صحيح. احسنت احنا نريد هو هذا مفعوله انه يتلابس مع يتلابس. نعم يتلابس بالعراق في هيكله. اي احنا نقول كلمه يعني نحكيها دائما بيتلابس مع المفصل ويكون تليف حتى يعطيك انتاج زين. اذا انت انت عندك مزمن تخبرني تقول لي انت اول كورس انا ما استفادت منه، يا حبيبي استعمل الكورس الثاني والثالث ان شاء الله. انت اذا انت عندك حاله مزمنه عاوز لك ست كورسات فانت بس طيب ليه في مؤشرات يعني المفروض يعني اول ما هاخد انا عندي الم رهيب صح. عمال اقول لك يا دكتور جاسم انا مش قادر، اول ما بستخدمه برتاح بيرتاح خدع نعم. صح نعم. هو بقى مستعجل على انه يبقى الحركه بتاعته طبيعيه طبيعي انت نعم. بتقول له اصبر معايا شوي نعم صح صح. الصبر بتوصل للحل سبحان الله. استاذ محمد في ناس يعني بدايه مفصلها بدايه انه قام يؤلم من اول ما استعمله الحمد لله يشوف نتيجه اول اسبوع اول اسبوع ما شاء الله. ده اللي الدكتور نصيب عليه نعم. ان مع اول دهنه او اول تيوبة الحمد لله بيرتاح. بس احنا كمداخلة المشاهد الكريم هذا كل العصارات مرات من ياخذوهن ما يقولون شلون استخدامهن، فمن ياخذهن ورا شهر يقول انا مدى صار عندي شيء زين، شو نفسي بعد ما اقدر اقوم، ما اقدر اصلي، ما اقدر اتحرك، ما اقدر امشي. انت اسال بالضبط شلون استخدام الدهن كويس والباقي على ربنا ونعم بالله. انت ما توصل المعلومه لنفسك وبعدين تقول لنا هذا المنتج ما فادني. لا انت ظل كرر المعلومه وخذها عندك واستفاد من عندها، عم تستخدمها زين هايل. هو يستخدم طريقه الاستخدام ازاي عشان طريقة ممكن الاستخدام. ممكن اخذ انا الكريم انا اعرف ان ستاركي اقل دهان بيسبب نتيجه وفعاليه كويسه. ستاركي مساج كريم احد اقوى المنتجات الموجوده في الوقت الراهن في الوطن العربي، نقدر نحصل عليها عن طريق الارقام اللي بتظهر امام حضراتكم على الشاشه من مصر او من العراق. الرقم العراق هو الوكيل الوحيد فقط الدكتور جاسم والدكتور نصير. معنا اتصال ام محمد، اهلا بيك يا ام محمد واهلا باهل العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا رب. ممكن اتكلم مع دكتور جاسم؟ مع حضرتك الدكتور جاسم، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كمرتك يا جاسم، تفضلي. شلونك دكتوره، شو اخبارك؟ يبارك بيك يسلمك، تفضلي. دكتوره انا حبيت اشكرك يعني على هذا المنتج الكل زين، يعني اشكال اخذت اني من علاجات. نعم. شو كان شو كنت تشتكين من عنده يعني؟ مفاصل ظهري ورز يعني. خشونه كانت عندك خشونه؟ خشونه بالمفصل وعندي انزلاق بظهري، فاخذت هذا المنتج وحبيت اشكرك. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يسلمك. نسال الله ان يشافيك. فانا اخذت شهرين نعم. اخذت الشهر الاول والثاني. نعم. فاريد اعرف اخر الشهر الثالث انا هسه الحمد لله احس روحي زين يعني. ان شاء الله استمري عليه الكورس الثالث وان شاء الله شوفين نتيجه هائلة ان شاء الله. واخذي اشعه وشوفين عليها نتيجه جيده ان شاء الله. رب يرزقك دكتور. انا هوايه يعني اخذت ابر وعلاجات وما فات، يعني هذا العلاج كله زين. طب سؤال ام محمد. نعم. دلوقتي اما حضرتك حسيتي براحه مع اني بدايه يعني مع اول اسبوع، انت بتقولي ان انت بقالك شهرين الحمد لله مرتاحه، لكن كمسكن بتاخدي وقت كام وتحس نعم. ان الالم راح؟ من اسبوعين لثلاث اسابيع، يعني 21 يوم بديت اتحسن. تمام الحمد لله. طب يعني تدريجيا. طبعا ما تحبي تقولي بقى حاجه للدكتور جاسم على المنتج ده، تقولي له ايه؟ والله انا اشكر يعني دكتور، اشكر دكتور جاسم على هذا المنتج، منتج يعني كله زين، والله استوعبت العراق كله، ما اخذت علاجات واوبر وكل شيء ما فات. ما يعني اوصي كل واحد يشكي من مفاصله ياخذ علاج ستاركي. ان شاء الله ان شاء الله شوفين به نتيجه وان شاء الله كل تحسن. ونشكرك على هذا المكالمه. ان شاء الله ربنا يرزقك يا رب. الله يبارك فيك يا مرحبا بك، نسال الله ان يشافيك من كل مرض يا رب. بتكون فرحانه لما بتحس ان نعم. مريض نفرح احنا والله يدعي لك او في احساس من الداخل انه انت تحس ان انت سويت فشي.
تمام. ما قدرت توصل لانه دكاتره الى الدكتور، لان الناس قامت تتعب استاذ محمد، خصوصا المفصل في الطب ما وصلوا لاي حل، بس العمليه. انا اكرر انه العمليه او الاوبر، والعمليه احنا كلنا بنخاف في هسه في جايه بالعده الدكاتره هنا في مصر بيخافوا اول ما يسمع نعم كلمه عمليه. نعم، لكن العراق ما بيخافوش. في منتج جايبينه اوبرا. شو الاوبرا؟ عباره نفس الماده اللي الموجوده بالدهان بيعطوها بالأبرة، هي مسكن. الله بيضربها بس هي الأبرة بتضر. صحيح. الأبرة دي يعني يضربها بالمفصل يترس نفس كذلك. هذا الأبرة تطي إنتاج سريع، هذا لا. صح. بس الأبرة إلها مثلاً وقت أسبوعين تنتهي. خلاص. مسكن. دكتور جاسم بيقولها أضرار. ليه؟ يعني هو أكو العظم ليش يصير بيصير حكة بالعظم؟ صح. فهذا المنتج سبحان الله من فوق تدهن. اكو ماده تسحب هذا العظم، اختراقه سريع. ايه. وقوي. اي ما ياذي، ما طول شيء من فوق ما ياذي بفضل من الله عز وجل. من يطب هاي الماده تهدئ البشر، وهو ما يعني يقدر يمشي يتحرك يصلي وفي يعني نفس يعني بتهدي يعني مسكن. اي بتسكن وفي نفس التوقيت بتبدا تعالج تشيل الالتهابات. حضرتك تقصد كده؟ اي الحمد هاي لله. يعني الناس بتصلي وناس تمشي وتروح لاشغالها الحمد لله. اكو واحد يعني خابرنا قال دا اضرب ابر ورجليه يعني المفاصل تعبت، وهاي انت تضرب ابر هذا ماي بيدخل للجسم ما تعرف شنو هذا. صحيح. يطبع المفاصل ويطبع الدماغ ويطبع كل حاجه بجسمك. فانت اخذ اي حاجه، احنا مو عامل هذا المنتج، اي شيء تدهن من فوق الحمد لله يجيب وياك نتيجه وما ياذيك مستقبلا. هذا نطلبه من المشاهد. طيب استاركي مساج كريم مرخص بوزاره الصحه المصريه تحت رقم 30018 على 47790 20018 2018 47790. ده استاركي مساج كريم قدام حضراتكم للسادة أهلنا في العراق وفي مصر. الأرقام بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة، هو أحد أقوى المنتجات في علاج آلام العظام والعمود الفقري. إحنا ليه نفضل شايلين الهم وليه نفضل خايفين كتير؟ لكن أما ربنا بيبعت شيء معين بنقدر نقول احنا توكلنا على الله. كلام الدكتور جاسم والدكتور نصير ان احنا ما عندناش اثار جانبية، اختراقه قوي بالاضافة ان هو مسكن قوي، فهو معالج ايضا قوي بيزيل درجة الخشونة. فعلشان كده احنا دايما بنحاول بقدر الامكان نخفف ما هو الالم او ماهية الالم. الالم ده اصعب حاجة، ربنا يكفينا الشر. فهم حاولوا يتوصلوا للتركيبة في مصر والعراق اللي فادت ناس كتير. تقدر تقول ايه على كريم استاركي دكتور جاسم؟ نعم، احنا الحمد لله هسه سمعت يمكن احد المشاهدين ام محمد العراقي. نعم، ف مو يعني لان الناس هسه ملتهيه بهذا المرض الكورونا وكذا، فالناس كلها ملتهيه يعني تعبهم هذا الشيء. فاحنا هذا الاستاركي هسه اكون الناس تشوفه يعني على المباشر، في ناس كثير راح تتصل بك وتشكر على هذا الليل. فاحنا هذا المنتج نوبات سبحان الله، احنا حتى صارت عندنا علميه اكثر بعد الاكثر. كل ما انسان يخابرني مثلا في سبيل المثال، واحده خابرتني قالت لي انا رجلي قامت تورم من خليته، وصلت انه هاي العلميه شنو سبحان الله، الجرح من يقوم يلتهب يقوم يبس. فهذا اكو ناس عندها المزمن، فمن ياخذه سبحان الله من يطب المفصل يعني يطب يقف شيء يتفاجئ المفصل فيصير عنده مثل الورم اول اسبوع، بس الحمد لله اطمئنينا الاسبوع الثاني ينتهي الورم ويشوف عليه نتيجه حلوه جيده. سبحان الله سبحان الله. اكو حالات مو كل الحالات سبحان الله. استاذ محمد مو كل انسان يشكي من مفاصله ياخذ الاستاركي انه يقول انا ارتحت من اول اسبوع او ثاني اسبوع. في ناس سبحان الله تاخذها من اول شهر يتركه يقول انا صرت عليه الحمد لله امشي، بس انا اقول له لا استمر به، لان هذا احنا عندنا هو معالج مو بس مسكن. يعني اللي خابرني مو اقول له بس معالج الحمد لله. انا هستوضح من حضرتك. نعم. النقطه مهمه جدا ان مع بدايه الاستخدام في الامراض المزمنه او اللي بقى لها فتره بتعاني. نعم. اول ما بتستخدمه بيحصل نوع من انواع التورم شويه. صح. زي ما بيكون في معركه شغاله جوه بيحاول تقضى على المرض. هاخد بس نرمين وارجع لحضرتك. نرمين اهلا بيكي. يا ريت توطي التلفزيون، يا ريت حضرتك توطي التلفزيون بس يا نرمين اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ والله زي الفل.
الله يخليك، الحمد لله. بتعمل ايه؟ تمام، اتفضلي سؤال حضرتك. بقول لحضرتك مفيش حاجه من يعني وحدتي ظهرها بيوجعها جدا من تحت الفقرات، ف مش عارفه يعني جبت لها حاجات كتير وكده بس مفيش حاجه نافعه يعني. طيب عندها كام سنه نرمين؟ كتير وكشفنا كتير بس تملي ظهرها يوجعها خالص. طيب شكرا. عندك شكرا لحضرتك استاذة نرمين. نرمين طبعا نجاوب، والدتها طبعا ست كبيرة ظهرها واجعها في الفقرات. نعم، ما احنا استاذ محمد الفقرات في احنا عندنا اكو فقرة زالة. تمام. احنا نسميه انزلاق. انزلاق. انتم تسموه في يعني العمود الفقري في الاولى والثانية، في اكو انزلاقات تصير من وراء شنو السبب تصير عند الانزلاق؟ لاسباب او من السمنة او في ثقل، فالفقره ما نزلت تقوم تألم وين تضرب، ام تضرب على الرقبه ام تضرب تحت حيث. الجسم يعني على الساقين العفو، فيصير الالم يزيد. فاذا ما يعالجها من بدايه الامر يوصل الى علاج مثلا ان شاء الله اذا اخذت من هذا الستارك ان شاء الله حتشوف عليه نتيجه. طيب بتدهن الظهر كله؟ الظهر. هو انت حضرتك اللي انا فهمته ان الام الفقرات بتسمع في الرجل. بالضبط. تدهن الرجل ولا هو الام الفقرات هي وين تضرب عندها فوق ولا جوه؟ هي تمام. في ناس بتضرب على الرجل صح، في ناس من من الظهر بالضبط يعني يصير عندها انزلاق بالاولى او الثانيه يقوم يضرب على الرجل. تمام. اسفل الرجل. تمام. او يصير عنده فيقوم وين يستعمل اقول له استعمل بالمكان في المكان حتى يكون له علاج. احنا ما انا مالي شغله بكل رجلك، مالش انا اريد اوصل وين انت الالم اللي عندك. تمام. استعمل بالالم يعني هي الالم بتاعت فقرات نقول لنرمين. نعم. الم فقرات والدتك، استخدامك للمنتج على الالام الفقرات اصعب الفقرات، دوسي كده حضرتك هتعرفي تقدري تدهني صح. نعم. طيب. احنا مو كل الرجل سالم. تاخد فتره كام عشان ترتاح والدتها ان شاء الله؟ والله احنا مو قلت لك اكو ناس عندها مزمنه، احنا ما نقدر نطيع اقول له وقت اكذب عليه حتى يقول انت شوف هذا يعني طان اسبوع هو ما صدق وياه بالكلام. تمام. اكو ناس عندها مزمنه انا ما اعرف هو كم صار له، هو نفسيته ما يعرف صار له. لكن انت حضرتك بتقول ان هو يبقى مسكن قوي. بالضبط. هي هترتاح ترتاح. بس اصبري معايا او اشتغلي على الكورس شهر 2 نعم. 3 لحد ان شاء الله ما الام العمود الانسان من استاذ محمد الانسان المريض احنا كنا من يصير بنا في حاله نتمنى ان نوصل الى دكتور بس يشافينا من هذا المرض. صحيح. حتى نرتاح. صحيح. كل ما عندي اطيح حتى بس اريد ارتاح، فاحنا ما اعرف انه انا من يتصل واحد يقول لي يابا انا عندي، فاقول له صار له قد عندك؟ يقول لي مثلا صار له، اقول له لا تقول لي مثلا، هو ما يعرف بنفسه صار له قد عنده الانزلاق او عدى الخشونه او عدى التهابه ما تعرف ايش بيه، بس احنا نطي هذا الستاركي الحمد لله الكل مفاصل الجسم. تمام. الكل من الانزلاق الى الخشونه الى التهابات كلها يفيد الحمد لله. فاكو ناس حتى ما تعرف استاذ محمد يصير بالكف يسموه ماده نقرص. نقرص يصير مثل تنمل الرقبه. صحيح. اقول له مش مينفعك. ليش؟ هذا مينفع، هذا معالج. صح. يعالج المفصل الالتهابات الخشونه التاكل يتعالجه، بس هذا يصير عنده تنمل. في علاج ثاني الا الطينان الحمد لله. حاجه ثانيه. الله الحمد ربنا يوفقك. اعزائي المشاهدين نقدر نحصل على المنتجات عن طريق ارقام الظهر امام حضراتكم على الشاشه. كل الشكر طبعا موصول لكل زملائي. فاصل وهنرجع لكم نستكمل حوارنا مهم جدا جدا جدا، هو ليه بيحصل تأخر إنجاب؟ طب سببه إيه؟ طب إزاي بيتعالج؟ كل ده اللي هنعرفه من ضيوفنا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم. وكلام في الطب، أجمل كلمة يسمعها أي عريس أو أي شاب لسه حديث الزواج أو أي بنت حديثة الزواج، كلمة مبروك المدام حامل. الكلمة دي الواحد بيكون فرحان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هما حاجتين مال وبنون. طيب اهم حاجه ان احنا نسمع ان المدام حامل يعني الحمد لله ما فيش مشاكل، اول ما بنسمع الكلمه دي بنطير من الفرحه. لكن مع الاسف بيوتنا ممكن تتهد في كلمه معلش عندك مشاكل. معلش عندك مشاكل. ايه مشاكل تاخر الانجاب؟ هو ليه الحمل بيتاخر؟ طب هل هو العقيم ما فيهوش خلاص انتهت؟ حاجات كتير العلم تطور والطب تطور.
لكن في نفس التوقيت الطب التكميلي او طب النباتات كان ليه دور في العملية دي. ايه هي؟ ازاي ان عدد حيوانات منوية بيكون قليل جدا بيوصل للعدد المطلوب للانجاب ان بيحصل حمل. ايه هي دي المادة دي او ايه هو ده؟ هنقدر نعرف من ضيوفنا الكرام. بنرحب بيه مرة اخرى الدكتور جاسم محمد حمد. اهلا بيك حبيبي دكتور استاذ محمد. يبارك فيك. نور الدنيا كلها حبيبي. الله نور العراق ومصر. انت النور على الهواء. انت النور الشعب. فانت موجود انت هنا نور كل الدنيا والله. احد الاضلاع في الشركة او المؤسسة الخاصة بانتاج النباتات الطبية دكتور نصير طه عواد اللي بنرحب بيه. اهلا بيك دكتور حبيبي استاذ محمد. اخبارك ايه؟ الله يخليك. تمام. نرحب بيك وبالمشاهدين وبالكادر كله. الله يخليك يا رب. طيب تنوروا مصر. نورك حبيبي مصر. ابدا بجاسم ولا نصير؟ براحتك. انا عايز نصير يقول ابدا بيا. طيب كل واحد ان شاء الله. حبيبي استاذ محمد. دكتور جاسم بيحصل تاخر انجاب. نعم. بيحصل بفضل الله استخدام احد الادويه. نعم. او المكملات. عايز اعرف من حضرتك ازاي ايه اللي بيحصل في تاخر الانجاب وازاي قدرتوا توصلوا ليه او تحلوا. نعم. بسم الله. والنسب في العراق ايه؟ والله استاذ محمد احنا النسب بالعراق زادت عندنا بعد الاحتلال. يعني من تقول الاسباب مثلا الاجواء مثلا الجو نوصل الى حل. فانا واحد من الناس انا كنت اشكي من هذا كويس. يعني من عندي هذا المنتج الحمد لله. هذا المنتج هو حتى الله عز وجل ذكره في القرآن العسل دواء للناس فيه دواء شفاء للناس. فاحنا هذا الاستخلاص مالته مو هو مو بس عسل بست مكونات. تمام. المكونات هو مخبوط من عندها. احنا في درجات اكو ناس عندها حالة العقم وعندها حالة يعني العفو الحيامل عندنا الميتة وعندنا الحية فنوصل الى الميتة والحية. فاحنا عندنا اثنين. من يطلع عند التحليل عند الميت اكثر من الحي يقتل الحيامل الحية. تمام. فاحنا هذا المنتج يعني استخلصنا منتج الحمد لله فعال اخذناه للعراق استعملته انا واحد من الناس استعملته طلع عندي انتاج والحمد لله. احنا نقول له على التحليل انا ما اقول 3 اشهر اقول له 21 يوم لان الناس ما عندها امكانيه. اكو ناس يمكن تسمعني اخذت من عندي هذا المنتج تعرف شنو مفعوله. بس وين احنا المشكله استاذ محمد؟ احنا كل هذا الكلام نتكلم به بس ما نجي على المشكله الرئيسيه. الانسان من ياخذ المنتج واحد من الناس اني المتكلم من اخذ المنتج ما استعمله بالصوره الصحيحه او استعمله بالوقت الصحيح. او اللي ازاي الوقت الصحيح؟ يعني هسه انا اخذت هذا الدواء احنا عندي ملعقه هذا اللي يخبط خبطه قوي يعني انا مو راسا اجي اخذها لا تخبط حتى المكونات تخبط مع العسل المكونات الداخليه بالضبط لان داخل العسل حضرتكم كاتبين طبعا بالضبط. بعض المكونات غذاء ملكات وحبوب لقاح وطلح نخل. نعم نعم. وطبعا العراق فهذا لازم يخبطه خبط كويس يخبط خبطة كويسة احنا نسميها بالعراق خبط احنا بنسميها في مصر قلب اي بالملعقة ياخذ له واحدة على الريق قبل الريوق بساعة. تمام. هاي واحدة. في معاه يجي يعني البخاخ احنا تجي معاه منتجات مع العسل. هاي المنتجات شنو فعلها؟ هل نقول انه العسل وحيدة انه عزل عن ذن المنتجات؟ لا احنا شيء كوناه شيء هذا يساعدك في التقوية يساعدك في ده العسل. العسل يساعدك بالحركه العسل. العسل اللي عنده مشاكل في الانجاب بالضبط بفضل الله بيوصل بيحلها. بيحلها. بيحصل حالات حضرتك عندكم في العراق. نعم. ما كانش فيه حيوانات منويه او ميته بالضبط. سبحان الله بدا ينتج الحيوانات المنويه القويه. نعم. اللي تقدر تصمد او تبقى قويه جاهزه للانجاب. مين يجي مين يجي الضعف احنا اذا نريد نوصل للضعف مثلا هسه انا ما اجي انه راسا اخذ انا غير اعرف الحل انا مثلا عندي هرمونات تضعف الهرمون دا يضعف الحيوان المتوصل بصوره صحيحه هاي هاي. او عندي دوالي اف اس اتش او عندي دوالي او عندي مشاكل اخرى ما توصلني للحل. يعني مثلا هسه اكو ناس تخابرني هو ما له علاج لهذا. في ناس عندها مشاكل قويه بالاعصاب يعني عند عند العلاقه الزوجيه اي ما بيكملش ما يكملش ما يكملش المده 3 دقائق بالضبط. ما فيش عنده ما يسمى في العلم قذف. نعم. سريع بالضبط كويس. نعطيه اكو ماده ويا العسل ونعطيه الماده هاي الحمد لله شويه تكون عنده رغبه ويكمل حياته الزوجيه. طيب هو توضيح بس. نعم. بالمصري هو العسل اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه الخاص بال
الإنجاب أو تأخر الإنجاب. الدكتور جاسم علشان أوضح بالمصري أن اللغة المصرية هي لغة وسطية يعني نعم. الكل بيقدر يتكلم بيها. أن المنتج أضافوا عليه شوية إضافات منها بخاخ موجود معاه. البخاخ ده بيقدر يحل مشاكل سرعة القذف. أن في بعض الناس بيبقى عندها حاجة ما يسمى في سرعة القذف نتيجة التهاب أعصاب، نتيجة مرض سكر، نتيجة فهذا البخاخ ده بيطيل الأمد أو يطيل مدة العلاقة الزوجية ما بين الرجل والسيدة. فالبيوت تكون مرتاحة، يحس إن الدنيا بالنسبة له أو الحياة حياة سعيدة. أضافوا تاني كبسولات. الكبسولات دي قبل الاستخدام، قبل استخدام المنتج هنعرف من الدكتور نصير. يعني في بخاخ وفي كبسول وفي زيت والزيت والدهان. اللي بيتصل بحضرتك لو قال لك انا عندي مشكله في العلاقه الزوجيه سرعه القذف، انت بتدي له كله بما فيهم العسل علشان يبدا يقوي نفسه. بالضبط. كويس استاذ محمد. هذا العسل بيجي بيه خبطه اعشاب. تمام. والعسل موجود بالعراق احنا عندنا هايل، في اكو شغلات زينه، بس هذا العسل تجي بيه خبطه، معلقه الصبح ومعلقه بالليل. اكثريه المتزوجين يقول لك اني عندي نسبه الحلويات المنويه ضعيفه تعبانه ما بتتحرك. هايل. احنا لازم نستفسر من عنده. تمام. ما يصير يقول لي بس انا ما يصير عندي خلفه، احنا نريده يكمل لنا. يعني لو قال لك انا ما بيصيرش عندي خلفه حتى يوصل لنا، مش عارف قول لي ايه المشكله، يوصل لنا الفكره. هايل. اهم شيء خليها يبالي يوصل الفكره صار عنده. هذا استاذ محمد العسل باعشاب، ويجي معاه بخاخ، ويجي معاه كبسول اربعه، ويجي معاه زيت. احنا من ان شاء الله مين يتصل علينا في شغلات ما يصير تنحك على الهواء بنحكي معاه ازاي يستخدمه. تمام. فالحمد لله في ناس تقول لك انا نسبتي 60 50 بس الحلويات المنويه ضعيفه. تمام. فالفضل من الله عز وجل هذا بينزل في الحلويات المنويه. ليش حركتها بطيئه؟ تتغدى غداء كيميائي. يا سلام. الحقن والكبسول بتصير في حركه هناك، يعني ازاي واحد بياخذ حاجه بينشط نفسه حسن. وبعدين بيهبط. حسن. ده العلاج. فده العسل الحمد لله اكو ناس اتصلت بينا وقالت جابوا ويانا، وحتى يوصلونا واقرباهم من عدل تليفون الارقام. يعني اللي بياخد المنتج عنده مشكله في الضعف الجنسي، العلاقه قوه الانتصاب بتاعه مش قويه، فما بيبدا ياخد المنتج بيشوف قوه الانتصاب سرعه القذف فبيتصل باهله وقرايبه. الحمد لله قام واحد بيحكي مع الله هذا كويس. احنا شو نريد من المشاهد من ياخذ هذا المنتج؟ اهم حاجه الصبح معلقه. تمام. وبالليل معلقه. كويس. براحته قبل العشاء ورا العشاء ما تخصه، قبل الريوق ورا الريوق مو مشكله. اهم حاجه العسل بينزل بيغذي الحلويات المنويه. الله. هاي وحده. وفي حتى انصح اللي يروح للجيم العاوز من الصبح، في ناس يعني كساله نسميها بالعراق كسلان ما بيقدر يقوم يروح الشغل. بياخذ معلقه الله. الصبح ونشط كمان الحمد لله. ينشط قوي يعني. انا باخذ منه الحمد لله. الله اكبر. فيقدر بيجربه ويشوفه ويقدر يشتغل. بتحس بقى بنشاط. سبحان الله. كنت اخذ القهوه. القهوه بتعطيك حاجات دقائق. صحيح. وتوقفك يعني ده بتستخدمه الحمد لله. لا في طاقه بتحس يعني. هي. يعني عدت نحكي يعني عدت بالطاقه مع الزوجه. بيصير لك قوه. واحنا قلنا في شغلات بيحكي معانا بالتليفون ونفهمه. هي. في شغلات نفهمه. فالحمد لله هذا ننصح به ويجربونه وان شاء الله يجيبوا ياهم شغلات زينه بفضل من الله عز وجل. تمام. فاحنا هذا عندنا شغلتين يمشي للطاقه وللقوه للسائل الحنوي. والحمد لله ان شاء الله بيحلل ورا 20 يوم او 15 يوم يشوف النسبه مالته وان شاء الله يشوف كله خير. يعني بعد ما بيخلص اول جرعه يحلل او ما يحللش براحته. بس انت بتقول لازم ياخد ثلاث جرعات. نعم. علشان يحس ان العدد بقى كويس او يبقى هو تمام. اهم حاجه بالجواز هو اللي عنده خلفه. كان في ناس عنده خلفه وتقول لك منعت. طبيعي يعني ما طبيعي. ما فيش مشكله. يعني هو اصلا ما بي حاجه يعني ما يعني نسبته كويسه السالح انا كويس. هم نستخدم ياخده هم للقوه وهم النشاط وان شاء الله بيشوف في تحسن فضل الله عز وجل. يا رب امين. طيب الجسم مع بدايه الاستخدام. نعم. بيبدا الناس اللي هي عندها العدد قليل. نعم. الحركه ضعيفه.
هو زي ما بيكون زي ما فهمت من نصير ان هو منتج قوي بيدخل داخل يعني بيبدا يتعامل بيحفز او يخلي انتاج الحيوانات المنويه قويه وسليمه جاهزه للاخصاب. بيقول لك في عمليات يعني في ما يسمى عمليه الحقن المجهري، بتقول لنا استنوا شويه ولا انت بتفضل ان هو اول ما بيحس ان الحيوانات المنويه بتاعته كتيره يبدا يروح يعمل العمليه؟ احنا هذا الاستاذ نصير تكلم طبعا في مداخله، احنا العريق اللي تكون عريق افضل ليش ورا الاكل؟ يعني الاكل من حيتعبى مياخذ المفعول الصحيح، يعني احنا ليش نقول عريق؟ حتى تدخل تعطي مفعول هو يحس بالطعم. انت الحاجه الوحيده اللي داخله جوه، انا بس فكر اهم حاجه يستخدمه. احنا ليش نقول قبل الريوق بساعه؟ حتى ياخذ المفعول الطاقه له بالجسم ياخذ حتى ينطي هو يحس بنفسه، لان من تاكل وتاخذ من بعدها ما حيحس يعني 100%، حياخذ 50%. اكو مداخله دكتور جاسم، انا دا اقول خاف يعني ينسى، مثلا يقول لك انت قلت لي عرق واكل صح، بعد ما يصير اخذ، لا اخذ بس ما حيستنفع به مثل ما ياخذ على الريق. بس انت اهم حاجه تاخذ. نعم القوه بتاعته على اكو مشاكل مو بس عند الرجل، عند المراه. تمام، المراه هم عندها مشاكل مو بس الرجل، المراه هم لازم تشوف نفسها وتشوف نفسها قبل لا الرجل يشوف نفسه، حتى يكونوا اثنين يمشون على نهج واحد. كويس، المراه ما تنشف نفسها، هم يفيدها للمراه. احنا اكو ناس اخذت يعني قال تستعمل من عدة المدام، قلت له خذ تستعمل، خذ تاخذ لها مع العقب اليوم، لان ما يكفي عن اثنين استاذ محمد، فالواحد من يخابرك. طب والزيت للاثنين؟ نعم الزيت تستعمله، احنا بالاسبوعين او بالشهر نعطي ملعقه شاي زيت لكل المراه وللرجل مره واحده. كويس، نعم. فاحنا هذا العسل يعني حضرتك بتقول ان كمان الزيت ده علشان هي مره واحده للرجل او المراه. نعم. الاثنين انت بدل ما بتقول انا المراه عندي او الرجل عندي مشاكل، لا هما الاثنين بفضل الله الحمد لله المشكله بتاعتك. الحمد لله، فاحنا هذا المنتج الحمد لله ناس اخذتها من عندنا، اقول له اخذ ملعقه مثلا، يقول اخذ ملعقتين، اقول له يعني دز لي التحليل مالته، النسبه مالته يقول انا جدا قليله، فاقول له انت اصل لي شنو، انت شنو المشكله مالتك؟ احنا لازم نوصل للمشكله. كويس، المشكله مالتك مثلا عندك انت التهابات، عندك دوالي، عندك شنو تشكي من عنده جزء، اذن يكون ما عندك، عندك ضعف، بسبب هذا الضعف جزء هذا يعالج لك المشكله من اول مره. الله. وانا حتى اقول له انت ما تخسر وياي، ما تخسر وياي. انا واحد خابرني قال لي والله وصلت لحالة، قلت له ما اقدر ابيع لك انا ولا اعطيك، لان انت انسان بدك تتعب، توصل الى مرحله انت بدك تجيب هذا المال بتعب. طبعا احنا ما تمنا راعي ظروف الناس، بنبارك مثل ما نشوف نفسنا لازم نشوف الناس، بنكرم. احنا مو بس نفكر بالماده، احنا من نشوف المنتج هذا الا فعاليه احنا كيف احنا يعني نقوم هذا المنتج نطور به. هسه احنا نطورنا جبنا مع زيت ومع الكبسول ومع البخاخ، شنو هذني الا المفعول، غير هذا المفعول. تمام، في مفعول يعني احنا نقول للبخاخ هذا تستعمله واحده اثنين، الحمد لله هم جاب نتيجه، يعني ما نقدر نتكلم على الهواء ومن يخابرني نقول له الكلام ده بينه وبينه، يعني حتى بنخجل يعني بنتكلم بيه. طيب انا هقولها بالطريقه الاعلاميه، ان المنتج اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه، الدكتور جاسم والدكتور نصير بيقولوا ان هو الاساسي، عمله الاساسي هو المشاكل بتاعه تاخر الانجاب. اللي عنده مشاكل في الحيوانات المنوية للرجل أو المبايض بالنسبة للسيدة، هو بينشط الحالة دي أو بيزود عدد وحركة، بيخلي الحيوان المنوي جاهز إن شاء الله للإخصاب، وإن إحنا نقول له مبروك جالك ولد إن شاء الله أو المدام حامل. هو ليه شغلة تانية اللي قال عليها، إحنا بدل ما هو العسل دخله تركيبة موجودة جينسينج وغذاء ملكات، حبة البركة، البارود، الأفرون، حبة مسميات كثيرة كده أو تركيبات إحنا ما عندناش علم بيها، لكن هي مفيدة في عمليات الإنجاب. أضافوا كبسولات، أضافوا زيت، علشان الزيت ده علشان بيصحي أو بيصحح الحالة الصحية الجنسية لدى الرجل ولدى المرأة. أضافوا حاجة تانية، البخاخ علشان المدة العلاقة ما بين الرجل أو الزوج وزوجته، يعني مش شرط أنت يكون عندك مشاكل، لكن أنت ممكن يكون عندك مشكلة ما يسمى الضعف الجنسي. ضعف الجنسي ده ما بيبقاش عندك قوة انتصاب للرجل أو
عندك سرعه قذف، مشكلتين. المشكلتين دول هما بداوا يحلوها بما معاه بخاخ بالاضافه لقوه المنتج، فبيدي القوه للرجل او الفحوله اثناء العلاقه الزوجيه يا رب، عشان دي احد الحاجات اللي بتسبب مشاكل في بيوتنا. هناخد ابو علي من العراق. اهلا بيك يا ابو علي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك واهلا باهل العراق. الله يبارك فيك ويحفظكم ويشكركم على هذا البرنامج الحلو الجميل ان شاء الله. شكرا ليك يا ابو علي، اتفضل. ويا عند الدكتور جاسم. معاك الدكتور جاسم والدكتور نصير، اتفضل. احنا نشكر الدكتور على هذا العلاج الرائع. انه هواي يعني افترينا على دكاتره هنا في العراق، وان هاي العلاجات كلها كيماوي سببت لنا الضعف مو الزياده. فالحمد لله والشكر من جابنا هذا المنتج، استفادينا من عنده الحمد لله وشفنا فرق كبير عليه. واكو اخواننا هم اخذوا من عنده والحمد لله والشكر هم جاب نتيجه وياهم. زين فحبينا احنا نشكر الدكتور على هذا المنتج الرائع. نسال الله ان يوفقكم ويحفظكم، ونتمنى منكم ان تزيدونا الاعلانات على هذا البرنامج حتى العالم خطير هواي اكو هيك حالات تستفاد من عنده. ربنا يبارك لك. طيب ابو علي حابب تقول المشكله ايه، ولا انت الحمد لله كان عندك مشكله واتحلت؟ الحمد لله. ربي يرزقك ان شاء الله، ربي يرزقك. الحمد لله انحلت وشفنا فرق كبير عليه. فحبينا احنا ندعي للدكتور ان يحفظه وان يطور لنا هذا الشيء ازيد، وعلى اعلانات الريد ازيد عليه حتى تعالم هواي ما تدرد هذا الشيء. لان يعني احنا الحمد لله الشكر استفادينا من عنده، واكو اخوه همين اخذوا من عنده واستفادوا من عنده الحمد لله والشكر. الحمد لله ربي يرزقك ان شاء الله. يعني انصح بالاخوه العراقيين ان يشوفون يتابعون هذا البرنامج ياخذون منه. شكرا ليك ابو علي، كلامه طيب جدا. نعم. قال كلمتين حلوين. حاجه طبيعي مش كيماوي، يعني انا باخد حاجه طبيعيه مش كيميائيه اللي انتم دايما بتنادوا بيه. يعني اكو ملاحظه يا سيد دكتور جاسم، حكى ابو علي قال لك نروح الدكتور، واكثر من يعني اكو دكاتره معروفين عندنا بالعراق كويس، اسماء كبيره. اي يعني معروفين يعني نقول بالحارثيه او المنصور او حي الجامعه، دكاتره معروفين دول، حتى يعني من الكشفيه مالتهم يعني من تروح يعني سعر يعني ما تقدر، حتى اكو ناس تعبانه ما تقدر تلمه. فاحنا ما نقول مو اهم شيء سعر، اهم شيء انت تاخذه انت هذا كيمياوي، فانت هذا العسل احنا مو معروف العسل يعني العسل هو والتركيبات اللي فيه جينسينج وغذاء ملكات. نعم. طلح نخل. ايه فهذا الحمد لله العسل ناس جربته وشافت منه نتيجه، وقلت لك اكو ناس حلله ورا 15 يوم او 20 يوم الحمد لله صارت الحلويات المنويه مالتهم والنسبه، وظل اكو واحد حتى قال يعني سبحان الله قال يمكن صار عنده حمل يعني كذا افتهمنا. يعني الحمد لله الله اكبر. ايه ايه فاحنا من اي واحد ما ينصح بالاوبر، والاني 12 سنه ما عندي خلفه سبحان الله. ايه يعني الحمد لله، فانا ما اقول جربته، فما ما رحت خذيت دكتور بالعراق ما جربته ما سوى لي شيء. الحمد لله احنا جينا من مصر والحمد لله الله عز وجل رزقنا رزق طبيعي ومشت الامور طبيعي. صحيح طبيعي، فانت الحمد لله خليك اي شيء طبيعي، والعسل معروف عن طبيعي والحمد لله نسال الله يشافي كل مريض. امين الله اكبر. طيب ده شيء كويس ان حضرتك بتقول ان انت بدل ما كنت هلجا لدكتور او عمليات او حاجات مكلفه وفي ناس امكانياتها ضعيفه، بفضل الله انا بقدر اوصل للنتيجه دي عن طريق المنتج ده. ايوه الحمد لله. احنا نريد اللي يحكينا هم يدزلنا التحاليل، احنا حاضرين اكو على ارقامنا واتساب، نزلنا التحاليل ونسبته وش قد كان يراجع وش قد ما عنده خلفه، على مود نفتهم من عنده ونقول هذا ينصح يعني هذا يفيدك لو لا. احنا اهم شيء يعني البشر مو اهم شيء يروح للدكتور، واكو ناس تلمها بتعب ويعني مو سهله، يعني من يطلبون عليك اقل شيء مليونين 3 ملايين على مود علاج وما ماكو استفاده. فنقول هذا هذا ان شاء الله سعر مناسب للمريض، وشوف الشفاء عليه ان شاء الله، ونسال الله شكو واحد ما عنده ذريه الله يرزقه بالذريه. امين. استاذ محمد في واحد اتصل بي قبل اجل مصر تقريبا باسبوع كويس، فكان يكلمني انه هو واخوه الاثنين سبحان الله، هو متزوج قبل اخوه تزوج وراه بست اشهر، هو صار له سنه، فراحوا عملوا تحاليل
الاثنين سبحان الله نفس التحليل. لا حول ولا قوة. نفس في عندهم الحيام الميتة أكثر من الحيام الحية. كويس. الأخ الكبير كتب له الدكتور أوبر، ده كتب له أوبر. هذا الأخ الكبير أخذ كلام الدكتور واستعمل الأوبر. تمام. والأخ الصغير ما استعمل الأوبر. عفى على ربنا. الله ونعم بالله. سبحان الله نعم. الأخ الكبير ما صار عنده، نسبته نزلت للصفر، والأخ الصغير صار عنده. يا سبحان الله أكبر. استعمل وين التجأ الأخ الصغير؟ التجأ للطب الأعشاب، طب البديل نسميه. الله ما التجأ. فسبحان الله من اكتشف هذا انه اخوه صار عنده، بعد يقول ما اجى قد يكتشف انه هاي الابره تاثر بالبدايه، او ما يضرب الابره تاثر انه النسبه تنزل تكتب سبحان الله للصفر. سبحان الله. احنا طبعا كنا نتمنى التحليل تبقى موجوده. نعم سبحان الله. عشان نوريها للساده المشاهدين، يعني سبحان الله كان عنده حيوانات منويه، كان عنده بس الابر سبحان الله نبات، مو نتيجه انت الدكتور انه تطل انسان ابر انت لراسا تستعمل مع يعني مع المريض، اول ما تستعمل مع الدواء بالابر. يعني احنا الدكاتره اصبر يعني انت شوف سبحان الله، ما اثنين هذا صار عنده وهذا ما صار عنده، انت ليش شو هذا التجا للعلاج كويس وهذا ما التجا، وين التجا؟ التجا الطب البديل. الله الله. احنا هذا الطب البديل قديم، صحيح، ابهاتنا واجدادنا واجداد اجدادنا كانوا يستعملوا، مو احنا هسه نستعمل. صحيح. الطب البديل يفيد ميضر. فسبحان الله ده اشرح هاي القصه حتى الناس تسمعها، هذا صار عنده وهذا ما صار عنده، هذا التجا للطب وهذا التجا للطب البديل. الله. فسبحان الله. فاحنا من ننتج هذا الانتاج ده نقول احنا ما بي مضره. انا اول واحد ياخذه من عندي اقول له من اول تحليل حتى لو 1% شوف بي نتيجه اقول لك استعمله، بس اذا ما شوف 1% اقول لك لا تستعمله. الله يكرمك يا دكتور جاسم، بنشكر حضرتك ونورتنا وشرفتنا. حبيبي سلام. واخر حاجه تقولها للمشاهدين الكاميرا معاك. حبيبي ان شاء الله ان احنا اعزائنا المشاهدين نسال الله عز وجل ان يرزق كل محروم من طفل. نسال الله ان يرزقهم طفل يا رب. ويرزقهم بالصحة والعافية. ونشكركم ونشكر قناتكم الكريمة على هذه الضيافة الكريمة من عندكم. كلمة أخيرة نصير للمشاهدين تقول لهم إيه على المنتج أو تديهم أمل إن شاء الله. أول حاجة نسأل الله، شك واحد ما عنده ذرية الله يرزقه بذرية صالحة يا رب. آمين آمين. وإن شاء الله يستخدم هذا العسل ويشوف عليه شغلات زينة أحسن من روح الدكاترة. إحنا ما نقول الدكاترة مو زينين، بس اكو شغلات ما تفيد ما عنده خلفه، فان شاء الله يستخدم هذا ويشوف عليه شيء زين بفضل من الله عز وجل. اسعاره مقاربه لل اسعاره يعني كويسه حيل، يقدر يتصل علينا و... انا عارف ان شاء الله اللي بخير ما نقصر اي واحد. شكرا لك دكتور نصير، شكرا لك دكتور حبيب حبيب محمد. الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، ربنا عز وجل هو اللي بيهب البنين وهو اللي بيهب البنات، وربنا مشيئته لو عقيم خلاص ما فيش خلفه، نحن لا نعترض، لكن دايما ندعي ربنا. أمثال كتير في القرآن موجودة، بفضل الله حصل إنجاب وربنا عز وجل. فإحنا توكل على الله، استخدم الطبيعي، إن شاء الله ربنا هيحل كل مشاكلك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكل زملاء خلف الكاميرا والمخرجين، كل من أدار هذا العمل. تحياتي محمد الدالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.